زيزو، ايه الحكايه بقى؟ كسرت الاقاويل فيما يخص زيزو. زيزو ما سافرش عشان مصاب، ولا زيزو ما سافرش عشان زعلان؟ الاسبوع اللي فات قلت لك ايه؟ في لعيبه ايه؟ هددوا ان هم ما يسافروش. صح. ماشي؟ كان هو زيزو. فده كانت يعني انا جاوبتك خلاص في القصه دي. نروح للباقي في قصه زيزو. خد بالك انا مصمم على كلامي اللي قلته برضه الاسبوع، بس انا كنت قاعد هنا. مصمم على الكلام اللي انا قلته. ايه؟ ان زيزو كان عنده مشكله في انكر رجله في مباراه المنتخب، ومن لعيبه المنتخب الكلام اللي انا بقوله ده مش من دماغي. كلمت معاهم ناس زمايل زيزو وناس مش حتى ما بيلعبوش في الزمالك، اكدوا لي ان فعلا زيزو خرج وعنده مشكله. زيزو عنده، وكابتن طارق السهل على فكره سمعته قبل لما ندخل قال اكد نفس الكلام. زيزو زعلان عشان فلوسه ومتضايق، وقال الكلام اللي انا قلته برضو ان زيزو وفتوح الاثنين ما حضروش بدايه فتره الاعداد مع اسيريو. تمام. فده الكلام اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات. انا عشان الوقت بيضايقني، ايه الجديد بقى؟ الجديد ان خلاص اللجنه بتخلص قصه مستحقاته دي عشان ياخد فلوسه كامله، يبقى موجود. ولكن حصل اكيد كريم شرخ في العلاقه ما بينه وما بين اسوريو. طبعا الراجل متضايق من موقفه، ومتضايق ان هو ما كانش موجود مع الفرقه. البعض جوه الجهاز الفني بيقول لك ما ينفعش ان هو يرجع على طول لماتش بيراميدز، والبعض الاخر بيقول لك لا يرجع عشان الفرقه محتاجاه، والسكواد مش مساعد ان انت تعرف تلعب ماتش زي بيراميدز دوت، اقوى سكواد في مصر، فعشان تلعب الفرقه دي لازم تستفيد بكل العناصر اللي عندك. فلسه القصه دي مش هتتحسم غير لما البعثه ترجع مصر، يحسموا هل زيزو هيكون موجود في ماتش بيراميدز ولا ممكن يستبعدوه من ماتش بيراميدز ده. تستبعد زيزو من ماتش بيراميدز؟ ما انا بقول لك في جوه الجهاز كده اراء متضاربه يعني. طب قول لي النسب. كنا بيعنا كان يتباعوا زيزو وخلاص. ايه اللي نسب بقى؟ ما تستبعد زيزو من ماتش مهم زي ده. صعب تحسمها دلوقتي. صعب تحسمها دلوقتي. طيب بالمناسبه القصه بتاعت الدولارات، اللعيبه الاجانب المستحقات بتاعته اتحلت ولا ما اتحلتش؟ لا لسه ما اتحلتش. لسه ما اتحلتش. قبل ما يسافروا اللعيبه نزل لها فلوس، اللعيبه كلها ما عدا الاجانب. فده موقف ضايق اللعيبه الاجانب. اللعيبه راحوا اتكلموا مع الناس المسؤوله في نادي الزمالك، اللجنه الثلاثيه، فاللجنه الثلاثيه ردها كان قال لهم احنا عندنا اولويات وبنمشي بالاولويات. فطبعا الكلام ده ضايق اللعيبه. عشان برضه نفسر للناس، اللعيبه ما اشتكوش يا كريم، اللعيبه بعتوا انذارات للنادي. في فرق بين ان انا بشتكي النادي في اتحاد الكره او في الفيفا، او وان انا ابعت انذار للنادي بطالب بمستحقاتي. فبرضه عشان نوضح للناس، الاربع لعيبه الاجانب بعتوا انذارات. لان الناس قالت سيف الجزيري بس، والناس قالت سامسونج بس، لا، الاربع لعيبه الاجانب بعتوا انذارات للنادي. الخامس مين؟ احمد بالحاج اللي مشي. احمد بالحاج هو كمان بعت انذار. بس قصته سهلة، لأن فلوس أحمد بالحاج 2 مليون جنيه مصري وشوية، حوالي 2 مليون ونص، فرقم مش كبير، سهل إن أنت تخلص قصته. ولكن الأزمة بالنسبة لك في اللعيبة الأجانب، لأن اللعيبة الأجانب في لعيبة بتهدد، في لعيبة بتهدد إنها تفسخ عقدها، وفي لعيبة بتهدد إنها تشتكي، في لعيبة ليها موسم كامل ما خدتش فلوس، في لعيبة خدت 30% بس زي نضاي وزي سامسون. واحد زي نضاي ده متضايق ان الاهتمام في الكلام من الجهاز الفني والمسؤولين مع الثنائي التونسي بس، الجزيري والمسلوسي، ومحدش بيتكلم معاه، فمتضايق من القصه دي. فبعد ما بعد ما البعثه ترجع، اللجنه هتحاول ان هي تدفع للعيبه الاجانب، ولكن طبعا اللعيبه الاجانب مهددين ان هم يصعدوا الازمه اكتر من كده.